السلام عليكم. تحديث سامسونج الوانيو اي 7 يقترب كثيرا، وما هي المزايا الجديدة التي سيأتي معها؟ كل هذا وأكثر خليكم مع التفاصيل أعزائي الكرام. أتمنى منكم فقط دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر اشتراك وشارك الفيديو مع أصدقائك واضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا. منذ إطلاق النسخة التجريبية الأولى من نظام تشغيل أندرويد 15 الشهر الماضي، كان من المتوقع أن تشرع شركة سامسونج بتطوير واجهتها الجديدة الوان يو اي 7، واليوم ظهرت مؤشرات على الانترنت تفيد بأن الشركة تحرز تقدما جيدا في تحديث واجهة الوان يو اي 7 التي تعتمد أو ستعتمد على نظام التشغيل اندرويد 15، حيث تم رصد إصدارات تجريبية خاصة بسلسلة الجالاكسي الاس 24 كما ذكرت البارحة. تم رصد أحد إصدارات الاختبار الأولى أو الاختبارات الأولى لتحديث واجهة الوان يو اي 7 على خوادم سامسونج الداخلية، حيث يحمل إصدار البرنامج الثابت الجديد الرقم S92-8BXXU2BXE8. وبالرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حول التغييرات التي ستقدمها سامسونج في هذا التحديث، إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى الموعد المحتمل الإطلاق أو المحتمل لإطلاقها. تشير إحدى التوقعات إلى أن واجهة الوان يو اي 7 قد تأتي مع قائمة تطبيقات عمودية، مما يتيح للمستخدمين طريقة جديدة تماما للوصول إلى تطبيقات على أجهزتهم. وهناك احتمال أيضا أن تقدم سامسونج واجهة الوان يو اي 7 تحسينات خاصة تساعد على توفير عمر البطارية في هواتف وأجهزة سامسونج اللوحية. ومن المتوقع أن تشهد الواجهة الجديدة تغييرات تجميلية عديدة أيضا، حيث مضى وقت طويل منذ أن قامت سامسونج بإدخال تغييرات جذرية على واجهة المستخدمة الخاصة بها، لذلك من المحتمل أن نشهد هذا التغيير في واجهة الوان يو اي 7 لهذا العام، ويمكننا توقع المزيد من المعلومات خلال الأشهر المقبلة قبل أن تطلق سامسونج برنامج الوان يو اي 7 التجريبي في النصف الثاني من هذا العام. أما بالنسبة إلى موعد إصدار تحديث واجهة الوان يو اي 7، فإذا استندنا إلى التجارب السابقة فمن المحتمل أن يتم طرح التحديث لجميع الأجهزة المتوافقة مع واجهة الوان يو اي 7 قبل نهاية هذا العام. ما هي الميزة التي تتطلع إليها أكثر في تحديث واجهة سامسونج القادمة؟ وهل تعتقد أن الواجهة ستحدث ثورة في طريقة استخدامك لهاتفك الذكي؟ شاركنا عبر التعليقات وماذا تريد أن تشاهده أو أن تراه إن شاء الله في هذا التحديث الجديد. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.